طيب شفت النهارده مباراتنا للزمالك وسيراميكا كليوباترا ازاي؟ مباراة الزمالك النهارده، الزمالك لعب مباراة من يعني في ظل الإصابات وفي ظل النقص في المراكز اللي موجود في نادي الزمالك، والنقص المؤثر جدا. الزمالك عمل مباراة كويسة جدا، كان الشوط الأول كمان من الأشواط الممتعة. اللي فرق في الشوط الأول هي حتة عدم التوفيق. احنا شفنا النهارده المباراة في الشوط الأول العارضة والقائم، يعني كرة عمر جابر، كرة زيزو، كرة مصطفى شلبي، ما كانش فيه، كان غاب عندك التوفيق. انما الاداء كان ادى بشكل كويس. الزمالك لعب 4-3-3 اداها بشكل كويس النهارده. كان في تنويع النهارده فرقه نادي الزمالك في الهجوم، كان في تنويع من سواء من اليمين او من الشمال او من العمق، كان في تنويع وكان في خطوره باستمرار، كان في حلول داخل الملعب. ده طبعا راجع لخبرات اللعيبه اللي موجوده اللي عندها حلول داخل الملعب.